الروائي الكولومبي العبقري جابرييل غارثيا ماركيز يبدو أنه يمر بمرحلة ذهب فيها إلهامه، يحتاج إلى من يلهمه. ماركيز هو صاحب الرواية العبقرية 100 عام من العزلة، هذه الرواية التي اختطت لنفسها، شاركت على الأقل في فتح الباب أمام العشرات من الأدباء العالميين للكتابة بأسلوب سمي فيما بعد الواقعية السحرية، يعني واقع لكنه صعب التصديق، شيء غريب، شيء مذهل، فيه لمسة سحر سواء بالسلب أو الإيجاب، سحر أسود أو سحر أبيض، لكن فيه شيء ليس طبيعيا على الإطلاق. أنا ومن مكاني هذا أوجه الدعوة لجابرييل غارثيا ماركيز، أقول له تعالى العالم العربي سنعيد إليك إلهامك. والله لو أنك أتيت سأحكي لك حكاية محامين أردنيين يهتفون باسم صدام حسين أمام العراقيين في الأردن في عمان، فيروح العراقيين يضربوهم في بلدهم لأنه اسم صدام ده وحش، وحكاية بالروح بالدم نفديك يا صدام دي كمان حكاية عجيبة واقعية سحرية. والله بالروح بالدم نفديك يا صدام يلي موت أصلا، ده الله يرحمه الراجل أيا كان رأينا فيه، لكن نفديه إزاي يعني؟ وبعدين نقول الكلام ده وإحنا عارفين أنه أكثر شيء يغضب العراقيين الموجودين، فيحدث هذا الاحتكاك الهائل ويضربوا بعض. وبعدين حرس السفارة العراقية في عمان يروحوا يضربوا المحامين الأردنيين في بلدهم، وطبعا انتوا عارفين الأردن دمهم حامي، ما بيسكتوش على الكلام ده، والحكاية مش هتخلص هكذا بسهولة. أمر مذهل جدا والله، يستحق ماركيز انه لكي نغيظ العراقيين نهتف باسم صدام، ولكي نرد على الأردنيين الذين هتفوا باسم صدام نضربهم في بلدهم في عاصمتهم. هم العرب دول بيفكروا ازاي؟ رغم التفاهمات السياسية بين الحكومتين الأردنية والعراقية والتي تحسنت في كثير من المجالات الاقتصادية وخصوصا فيما يتعلق بالنفط، فإن الشارع الأردني ما زال ينظر بعين الريبة إلى توجهات الحكومة العراقية الحالية. هتافات مناهضة للسفير العراقي في عمان ورئيس حكومته نور المالكي خلال اعتصامات شهدتها العاصمة الأردنية أمام السفارة العراقية على خلفية اعتداء دبلوماسيين وموظفين في السفارة العراقية على ناشطين أردنيين بالضرب المبرح أثناء ندوة أقامتها السفارة بالمبنى الثقافي الملكي الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى ما يعرف بضحايا المقابر الجماعية في العراق. هناك من اعتبر حضور زياد النجداوي محامي الدفاع عن الرئيس العراقي السابق للحفل حركة استفزازية لتصعيد الموقف بين البلدين، إلا أن الحكومة العراقية سرعان ما قدمت اعتذارها الرسمي للأردن. ردود الفعل كانت متباينة بين النقابية والنيابية، رفضت الاعتذار وطالبت مجلس النواب بطرد السفير العراقي جواد هادي وطاقم السفارة بالكامل من الأردن، بينما لوح وزير الثقافة الأردني باستقالته إذا لم تتخذ الحكومة الأردنية الإجراءات الحازمة بحق المعتدين العراقيين. هذا التصعيد الشعبي والنقابي لحادثة هي الأولى من نوعها يكشف أن صورة العلاقات بين البلدين تخفي أكثر مما تظهر. لا والله أنا مختلف مع الجملة الأخيرة في التقرير، رغم أن اللي كتبوا زملاء أعزاء، هي لا تخفي ولا تبطن ولا الموضوع معقد من أصله، هذا حمق والله، ليس أكثر من حمق. حمق الاستفزاز المتعمد لحرس السفارة العراقية في عمان، وحمق الوحشية التي تعامل بها هؤلاء الحرس مع ناس لم يفعلوا إلا أنهم هتفوا. إذا كانوا قد هتفوا نديهم بالبوكس ليه؟ أنا مش فاهم. متى يتعلم هؤلاء الذين يزعمون أنهم من قوى الأمن، متى يتعلمون أنه الكلام يرد عليه بالكلام مش بالبوكس، مش بالكراسي تتكسر على الدماغ؟ هذا حمق. احنا أمة للأسف الشديد فيها من التخلف الكثير وندفع ثمن ذلك كل يوم.
لكي فقط أطمئن على حال العراقيين في الأردن، لأنهم وجهوا مناشدات لحكومتهم، والعراقيون في الأردن أكثر من مليون، وجهوا مناشدات لحكومتهم لكي تحل هذه المشكلة سريعا ما أمكن خوفا على سلامتهم. أتصل بالأستاذ سمير خرفان وهو نقيب المحامين الأردنيين. أستاذ سمير، إذن الأستاذ سمير سيكون معنا بعد قليل. الآن نشرف بالدكتور محمد الدوري. الدكتور محمد الدوري غني عن التعريف، الدبلوماسي العراقي الكبير المرموق. دكتور محمد، أسعدت مساء. كيف ترى حادثة مليئة بالغرائب كهذه الحادثة يا سيدي، وكيف تنظر إلى استخدام اسم صدام حسين لاستفزاز الحرس العراقيين؟ شوف أستاذ، أنا الموضوع بالنسبة لي هو موضوع ثقافي يعبر عن واقع معين لدبلوماسية معينة لبلد معين، يعني يقوده مجموعات من البشر في إطار فكري معين، لا يستطيعون أن يتقبلون يعني كلمة. فبالنسبة لي هذه الثقافة، يعني استغربت أن في الحقيقة هذه الثقافة هي ليس فقط في مجال التعامل اليومي والعادي، وإنما وصلت حتى الدبلوماسية. يكونوا في مستوى آخر، لأنهم يعملون لدى دول أخرى، وبالتالي عليهم أن يعرفوا حق المعرفة البيئة والمزاج الشعبي لهذا البلد ويتعامل معه. نحن نعرف أن الأردن الشقيق لهذا الشعب العربي الأبي، يعني يحب كل ما هو عربي، وبالتالي أريد أن أحقب على قوسين على ما قيل من أن العراقيين يطلبون من الحكومة العراقية، وهي الحكومة العراقية هذول من الحكومة العراقية. وبعدين لماذا يخافون الشعب الأردني، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب العربي الصحيح الذي احتضن ملايين العراقيين والآن يحتضن مئات. لكن يا دكتور محمد، أنا أتفق معك، الشعب الأردني شعب نبيل قطعا، لكن هذا شعب قبلي ولا يرضى بالضيم، وحكاية الأخذ بالثأر عنده أنت عارفها، ودول اتضربوا في عمان، يعني في خوف طبعا يا دكتور. العراقيين في خوف؟ لا، أنا لا، هذول اللي موجودين بالأردن الآن من العراقيين هم من العرب الأقحاح الذين وجدوا في الأردن ملاذا آمنا، والشعب الأردني احتضنهم. وبالتالي الذي تقوله لا ينطبق على حالة الأردن، لأنه حالة شعب واحد هو العراق. التقارير للأسف يا دكتور محمد، أنا كنت أتمنى ألا أخيب ظنك الحسن، لكن التقارير تتحدث عن على الأقل إحراق عدة سيارات مملوكة لعراقيين في الأردن على الأقل. أنا بالنسبة لي يعني ليست ذات أهمية، ليست بقدر الأهمية التي يجب أو الدرس الذي يجب أن يعطى لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم دبلوماسيون لدولة اسمها العراق. طيب دكتور محمد، أنت أدرت أو شاركت في إدارة الدبلوماسية العراقية لفترة طويلة، كيف يدرب الحرس الدبلوماسي يا دكتور؟ يا أخي الحرس الدبلوماسي يعني في حالة فعلا وجود عدوان حقيقي يمكن أن تترتب عليه مخاطر، أن ذلك يكون في حالة دفاع عن النفس. أما هنا لا توجد حالة دفاع عن النفس، حالة هتافات معينة. يعني مثل ما أشرت يا دكتور، أنا شايف الصورة قدامي، ده ضرب وحشي، ده ضرب وحشي، وضرب ضرب ناس مدربين على الضرب. لا، أنا أتكلم هم أنا أتكلم عن أن هؤلاء يجب أن لا يتصرفوا إلا في حالة الدفاع عن النفس، ولا توجد هنا حالة دفاع عن النفس. صحيح. يعني الـ هذا رد الفعل مالهم هو رد فعل ليس يعني يعكس طبيعة الثقافة التي يحملها هؤلاء. أنا استغربت من وجود دبلوماسيين جالسين في الحفلة في ملابس راقية، وحتى في سيدة عراقية كانت تضرب كذلك. ما هي هذه الثقافة؟ ما هي التربية التي يربوا عليها هؤلاء؟ يعني أين يعيشون وفي أي عصر يعيشون؟ دكتور، مرة أخرى أسألك بحاستك الدبلوماسية الراقية التي نعرفها، تتصور أن تتصاعد هذه الأزمة أم تحتوى يا دكتور؟ لا أعتقد أن هذا الموقف، رد الفعل الأردني رد طبيعي، وكان يجب أن يقابله رد فعل
طبيعي من وأنت تعرف بين الدبلوماسيين إذا كان هناك اعتذار مباشر وترضية وحتى تعويضات مادية ومعنوية، هذه هي العلاقات الدبلوماسية تدار بهكذا وخاصة بين بلدين عربيين. لكن الآن العلاقة ليست علاقة بين بلدين عربيين، العلاقة بين إيران والأردن، العلاقة بين حكومة تابعة إلى إيران والأردن، العلاقة بين نفس وسياسة وتصور وثقافة معينة والأردن الشقيق الذي يحتضن العراقيين ولا يرضى الضيم لهم. وهذا الحقد الموجود على 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 الأردنيين هو بسبب استضافتهم لهذا الكم الهائل من العراقيين الذين ذهبوا إلى الأردن واستضافتهم الأردن طوال هذه العشر سنوات. طيب سؤال أخير سعادة الدكتور، تفضل. نعم تفضل أكمل سعادتك، أكمل. لا لا أقول لك رد الفعل العراقي أولا متأخر، وثانيا عليهم أن يربوا هذه الطواقم تربية دبلوماسية. ولكن كيف من أين يأتون بهذه؟ أنت تعرف ما هو مستوى الدبلوماسيين الآن، مستوى السفراء والقناصل والملحقين الثقافيين، معظمهم لا أقول كلهم، معظمهم لا يملكون حتى شهادات ولا يعرفون، عاشوا في الخارج معظمهم ولكن كانوا بصيغة لاجئين وبصيغة متحاملين على النظام السابق، عادوا إلى العراق ووضعوهم في مناصب لا ليسوا مؤهلين لها. للأسف شديد. للأسف وأنا أقرأ عن مستوى السفراء العراقيين أجده مستوى يعني غريب عجيب، كيف شخص حكومة تختار حسب التصنيف الطائفي ولا تهتم لا بالتربية ولا بالثقافة ولا بالشهادة ولا حتى بالخبرة. فردود الفعل هذه طبيعية جدا ونتوقعها في أماكن أخرى كذلك. سؤالي الأخير سعادة الدكتور، دعنا نجرد المسألة، نتصور مثلا أنه هناك لقاء من هذا النوع فيه مصريون ويأتي من يهتف باسم حسني مبارك، أو فيه تونسيون ويأتي من يهتف باسم زين العابدين بن علي، أو ليبيون ويأتي من يهتف باسم القذافي. هذا استفزاز يا دكتور، الهتاف باسم صدام حسين استفزاز يا سيدي. بالنسبة لهم استفزاز، ولكن رد الفعل كيف يجب أن يكون؟ صحيح، يعني رد الفعل، هتفوا يهتفون، ضربوا يضربون، صارت هناك مصادمات عسكرية يمكن يدافعون عن نفسهم. ولكن أن يصار بهذه الطريقة البشعة، بهذه الطريقة اللا إنسانية، بهذه الطريقة الواطئة، أقول لأنه هتفوا وماذا، انقلبت الدنيا يعني؟ لا أنا والله في البداية دكتور محمد قلت متى يتعلم المنتسبون إلى قوى الأمن العربية إنه الكلام يترد عليه بالكلام يا دكتور. هذولا لمسوا فقط منتسبي أمن الحماية، أنا لا أتصورهم كلهم حماية، يمكن يتابعين إلى أجهزة أمنية، يمكن موجودين يعني يتابعين إلى أحزاب وميليشيات من العراق موجودين هنا لأنه لديهم أدوار أخرى، وبالتالي لا يعرفون غير هذا الرد، لأنهم أصلا غير مؤهلين أن يكونوا في هكذا أماكن. يا سعادة الدكتور، أماكن راقية، هذولا ليسوا راقيين يعني. للأسف الشديد يا سعادة الدكتور، أنا شاكر جدا متعطى بالصحة وطول العمر الدكتور محمد الدوري المحلل السياسي والممثل السابق للعراق في الأمم المتحدة. واحد من الأمور التي تسبب للمرء ذهولا في مشاهد من هذا النوع الحمية، يعني إذا ما عرضنا الصور مرة أخرى يا أستاذ حيدر، الحمية يعني تبص تلاقي البوكس اللي بيتضرب بوكس جاي من الآخر خالص للوش، يعني ما هوش بوكس بسيط كده الواحد إيه بيقضي واجب، لا ده ضرب ناس عندها غل، ضرب ناس عندها حقد. أنا أحمد الله مشاهدي الكرام إنه هذا المكان لم يدخلوا إليه بالسلاح. تصوروا بقى الناس اللي بالغل ده بالحقد ده معاهم رشاشات ولا معاهم طبنجات، كان زمان مات 60 واحد دلوقتي، وكان زمان القضية دي لا يمكن احتوائها دبلوماسيا. أنا أتصور إنه السؤال الاطمئنان على أحوال العراقيين في الأردن أمر واجب. والآن ينضم إلينا سعادة سمير خرفان نقيب المحامين الأردنيين مباشرة عبر الهاتف من عمان. أسعدت مساء يا أستاذ سمير، أنا أعرف بالطبع أعرف أحاسيسكم يا سيدي، وأنا عارف أهلنا في الأردن دمهم حامي يعني، لكن هذه الحكاية حكاية الاعتداء، كيف تنوون تسويتها يا سيدي؟ يا سيدي احنا يبقى اننا شعب عربي واحد سواء بالعراق او الاردن، ولكن هذه الفئة القليلة والنادرة في العراق التي
قامت بما قامت به من اعتداءات بشعة على مواطنين أردنيين، وكانوا أيضا بذات الوقت من المحامين في الأردن، وأحدهم كان عضوا في هيئة الدفاع عن السيد صدام حسين أثناء محاكمته الغير قانونية والغير شرعية. هذا ما أدى إلى وقوع هذا الاعتداء البشع من قبل فئة قليلة من شعبنا بالعراق، الذي لم يرعى حرمة أنه ضيف في هذا البلد وأنه يعتدي على من يستضيفه. هم سيادة النقيب، سيادة النقيب، الناس دي عندها حصانة دبلوماسية ولا إيه؟ يا سيدي كان بعضهم أيضا مشترك حقيقة من الدبلوماسيين، وعلى رأسهم السفير العراقي في الأردن. حقيقة حسب ما علمنا من الذين كانوا متواجدين بأنه شارك أو على الأقل أصدر الأوامر بضرب هؤلاء، وكان طريقة ضربهم والاعتداء عليهم حقيقة لا يقبلها أي إنسان ضد أي إنسان في العالم، فما بالك أن يكون هذا الاعتداء من عربي ضد عربي وهو ضيفا عنده. صحيح. حقيقة صحيح. هذا ينم. أنا كان سؤالي سيادة النقيب، ماذا ستفعلون؟ نحن حقيقة طالبنا الجهات المسؤولة في الأردن بأن تتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، وهي طرد هذا السفير، وهذا جائز بالقانون الدولي عندما يرتكب السفير الدبلوماسي الذي يفترض أنه يتمتع بالحصانة، لكنه لا يجوز أن يقوم بمثل هذه الأعمال المشينة. هذا ناحية، وعلى الأقل يجب إصدار قرار بعدم الرغبة في بقائهم في الأردن وترحيلهم. أما هناك أشخاص لا ينطبق عليهم الوصف الدبلوماسي، وبالتالي مين دول؟ أنت حضرتك حققت سيادة النقيب، أنت حضرتك حققت قوانين الأردن عليهم خاصة القانون الجزائي وبتقديمهم إلى المحاكمة حسب الأصول. في أشخاص يبدو أنهم من المدربين، يعني أشخاص كده بيضرب وهو عارف بيضرب إزاي وبيضرب فين، دول إيه؟ مين دول؟ هم قالوا لنا هناك أشخاص يعرفونهم بأنهم هؤلاء هم حرس السفارة أو السفير عندما يتنقل من هنا أو هناك. ودول يا سيدي ليهم حصانة دبلوماسية أم لا؟ عفوا، لهم حصانة دبلوماسية هؤلاء ولا لا؟ هؤلاء لا، ليس لديهم، يفترض إلا إذا كانوا قد قدموهم إلى وزارة الخارجية على أنهم دبلوماسيين، فهذا أمر آخر، لكن في العادة هؤلاء لا يتمثلون بهذه الصفة. أيوة، دول لازم يتقبض عليهم ويتحكموا زيهم زي أي معتدي يا أستاذ سمير. صحيح صحيح. أنا سؤالي الأخير لسعادتك هو الحقيقة سعي للاطمئنان على مليون عراقي أو أكثر، الأردن الآن وطنهم البديل، إيه بقى؟ إيه يا سيادة النقيب؟ أبدا. العراقيين جميعهم في ضيافتنا مكرمين ونحترمهم ونجلهم، وأبدا نحن طالبنا شعبنا بأنه لا يتعرض إلى أي عراقي موجود، وإنما المطالبة محصورة بمن قاموا بالاعتداء. على العكس من ذلك، نحن نحترم من يتواجد على أرضنا من أي جنسية، فما بالك أن يكون عربيا ونحن جيران وطول عمرنا لدينا علاقات جيدة بين هذين الشعبين، إذا جاز أن نسميهم حتى شعبين، وإنما نحن شعب واحد إن شاء الله. سيادة النقيب، أنا شاكر جدا لتشريفك لنا ولكلامك المتزن المطمئن. المليون عراقي دول ليس لهم علاقة بهؤلاء الوحوش الذين يجب أن يقدموا للعدالة.
وإلا ما يبقاش في عدالة الحقيقة. شاكر جدا لسعادة سمير خرفان نقيب المحامين الأردنيين الذي شرفنا مباشرة من عمان. بعد الفاصل مشاهدي الكرام سنذهب بكم إلى موضوع آخر يبدو أنه قد يغير بعض الشيء في المعادلة سواء في لبنان أو في سوريا. الاتحاد الأوروبي يسعى أو أنه أوشك على وضع حزب الله في قوائم المنظمات الإرهابية، لكن أنا لا أعرف ما الذي سيتغير. إحساسي أن هناك ما سيتغير، ما هو تحديدا لا أعرف، يمكن ضيوفنا يعرف. لماذا أستيقظ كل يوم؟ أستيقظ كل يوم لأنني أؤمن أنه مهما بلغت تحديات الحياة فإن في انتظاري فرصا سانحة، لأنني أدرك أن هناك مستقبلا واعدا، لأن أحلامي لا تتوقف حين أفتح عيني. أستيقظ كل يوم لأنني أؤمن بغد أفضل لي ولك. أية معايير تحدد الأفضل؟ الالتزام، العمق، الجرأة، الثقة، المصداقية. في CNBC عربية نؤمن بالفرق بين أن تكون جيداً أو أن تكون الأفضل. تغطية موضوعية لأبرز الأحداث الاقتصادية المؤثرة، تحليلات في العمق لحركة الأسهم العربية والعالمية، جرأة في طرح وجهات النظر المتباينة. CNBC عربية، مصداقيتها أهل لثقتك. لأن يديك تصنعان حاضرك ومستقبلك، تجتهدان، تعملان، تعطيان، تتاجران، ترتبطان، تحميان، تزرعان وتجنيان. ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. دين ودينار على شاشة CNBC عربية. حزب الله صار الرقم الصعب في الإقليم خلال السنوات العشر الماضية، الرقم الصعب لأنه يصعب جدا أن نتصور حركة السياسة في الإقليم دون أن ندخل في المعادلة حزب الله اللبناني، سواء في المشهد اللبناني حيث احتكر الحزب لنفسه مقاومة العدو الصهيوني، وبناء على هذا الاحتكار احتكر أيضا أن يكون قوة مسلحة في لبنان موازية تتفوق قطعا على الجيش اللبناني، قوة عندها أسلحة أظن أنها ليست موجودة لدى الجيش النظامي اللبناني. احتكر مناطق بعينها، احتكر وفي النهاية احتكر أيضا تشكيل الحكومات، ليست بالضرورة حكومات حزب الله بنسبة 100% زي حكومة الإخوان في مصر، لكن على الأقل حكومات هواها حزب اللاوي. تغير كثيرا المشهد حينما اندلعت الثورة في سوريا، دخل حزب الله مباشرة في صف النظام رغم أنه قبل ذلك كان يناصر الشعوب ضد الطغاة إلا في سوريا. في سوريا قرر السبب أظن أنتم عارفينه، قرر أنه يناصر النظام ضد الشعب. إذا ما قامت أوروبا بتسجيله ضمن قوائمها كمنظمة إرهابية، ما الذي سيتغير في المشهد السوري؟ دعونا نبدأ بالمشهد السوري حيث ينضم إلينا من لندن سعادة بسام جعارة الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في أوروبا. أسعدت مساء يا أستاذ بسام، أعتذر جدا لأننا أخرناك هكذا وحضورك شرف كبير. ما الذي سيتغير إن قالت أوروبا إن حزب الله منظمة إرهابية؟ اسمح لي حييك وحيي الأخوة المشاهدين
وبدي أقول لك بشكل واضح التغيير سيكون على الأرض السورية وليس في الخارج. لا يعنينا كثيرا ماذا سيفعل الخارج. الخارج يتعامل برقة مع حزب الله ومع الغزو الإيراني لسوريا. يعني لا أقول فقط الخارج بل أعني أيضا قبل كل شيء الأخوة العرب. لم نسمع كلمة واحدة من الجامعة العربية تتحدث عن غزو إيراني أو عن جرائم حزب الله الإيراني. انت حضرتك لما تقول الجامعة العربية تقصد إيه تحديدا يا أستاذ بسام؟ هو فين الجامعة العربية؟ يعني هي مين؟ هي بتعمل إيه تحديدا؟ أمين عام الجامعة العربية. يا رجل هم بيتكلموا في أي حاجة لما هيتكلموا عن سوريا؟ دول اسمح لي تفضل اسمح لي فقط. أعني أمين عام الجامعة العربية لأنه يتبرع بمناسبة ودون مناسبة لتوجيه اللوم للشعب السوري ولتحميله مسؤولية ما يجري بشكل مباشر أو غير مباشر. كان وما زال يعوم بشار الأسد. المجال الآن ليس مجال نبيل العربي، ولكن أريد أن أقول المعادلة ستتغير في سوريا. سوف أعطيك من الآخر. خلال 33 يوم في حرب تموز سقط لحزب الله 600 قتيل. خلال 33 يوم، خلال 3 أيام سقط لحزب الله في القصير 120 قتيل، يعني خمس ما خسره خلال 33 يوم مع جيش إسرائيلي مدجج بكل أنواع الأسلحة. أنت عارف أستاذ بسام أنه السيد حسن نصر الله سيخرج إلى الجماهير بعد ساعات وهيقول أكاذيب مش صحيح، هذا ترويج قنوات ضد المقاومة، قنوات زي العربية مثلا، هذا ليس صحيحا. كذب شو يعني؟ عندنا قتل حزب الله، الحزب اعترف أخيرا بأنه يشارك مشاركة فعلية في القتال، ليس في قصير فقط بل في الست زينب، في كل مكان. هم يرفعون شعارات طائفية يقولون يا لثارات الحسين، سيدة زينب لن تسبى مرتين، والجميع يعلم أنهم يدافعون عن الست أسباء الأسد. هذا الحزب يقاتل دفاعا عن إيران. ولي الفقيه ورط حسن نصر الله منذ أيام عندما أمره بإرسال قوات النخبة إلى القصير، وكانت النتيجة مجزرة، وعني مجزرة لحزب الله. كيف تفسر يا أستاذ بسام أنه قوات النخبة هذه وهي قوات يقال أنه إسرائيل مصابة بالرعب منها تذبح هكذا في سوريا؟ لأنهم يقاتلون من أجل قضية خاسرة. عندما يدفع حسن نصر الله لأهل القتيل 30,000 دولار وبالعملة العراقية، يعني دولار يأتي من العراق وبتوجيه إيراني، فهذا يعني أنهم يبيعون دماء الناس بحفنة من الدولارات. من أجل ماذا سيقاتلون؟ هل يدافعون عن الحسين؟ هل يدافعون عن السيدة زينب؟ هذا التحشيد الطائفي كريه مقيت، وشعبنا سيسقط كل هذه الطروحات الطائفية. أنا أؤكد لك، حسن نصر الله كان يعد الناس بأنه سيخرج إليهم ويقول انتصرنا في غزوة القصير. هم يتحدثون عن غزوة، ونحن نقول سوف تتحول القصير إلى مقبرة لكل هؤلاء المرتزقة من الميليشيات الطائفية التي جاءت لتقتل الشعب السوري. أستاذ بسام، الحقيقة أنا لا أحب أن يعني أنصت إليك فأنسى أنه نحن نتحدث عن تأثيرات إدراج حزب الله اللبناني أو على الأقل الجناح العسكري لحزب الله اللبناني ضمن قوائم الإرهاب الأوروبية. هذا سيستدعي قطعا التضييق على التمويل، سيستدعي التضييق على التسليح، التضييق على الانتقالات، على سفر القيادات. تظن هذا يصنع فارقا ما يا سيدي؟ هذا كلام لاعب أوروبي. كان يجب على الأوروبيين، على العالم كله، أن يقول على حزب الله أن ينسحب من سوريا فورا. هذا ما يجب أن يقال. أما أن يصنف كمنظمة إرهابية الجناح العسكري، يعني ماذا يفعل السياسيون؟ هل يعطي العسكري الأوامر أم أن الأوامر تصدر من حسن نصر الله بالتوازي مع التوجيهات التي تأتي من طهران؟ بمعنى آخر، هؤلاء جميعا هم من المجرمين، هم يمارسون إجرام يعني ضد الشعب السوري، إجرام واضح. كان على الغرب، على العالم كله، على العرب أن يقولوا، أن يوجهوا إنذارا لحزب الله بأن يغادر الأراضي السورية فورا، ولكنهم لم يفعلوا.
ولن يفعلوا، ولكن كما قلت لك سيتكفل الشعب السوري بإنهاء هذا الملف. طيب أنا عندي سؤال أخير يا أستاذ بسام. الحقيقة يسبب لي دهشة منذ فترة، إذا كان حزب الله مسلح تسليحا رفيع المستوى يأتيه مباشرة طازجا بشحمه من المخازن في طهران، والغلابة من المقاتلين مقاتلي الجيش السوري الحر سلاحهم قطعة متخدة من هنا وقطعة قديمة من هنا وبندقية قديمة معلقة في السقف، يعني كيف استطاعوا الانتصار عليهم؟ أنا مش فاهم الحقيقة. يعني شعبنا قرر وماض في قراره حتى إسقاط كل هذه المجموعات الطائفية، سواء مجموعات بشار الأسد أم بقية الطائفين الذين يأتوا من كل حدب وصوت، من البحرين، من السعودية، من أفغانستان، من تركيا. يقدر عدد هؤلاء ب70,000 الآن في القصير. عدد المقاتلين لا يتجاوز 7,000 مقاتل، ولكن عدد عناصر حزب الله مرتزقة حزب الله يتجاوز 8,000، في الإضافة ل 16,000 عسكري نظامي من قوات بشار الأسد، بالإضافة لاستخدام الطائرات والمدافع وراجمات الصواريخ. ولكن أؤكد لك على الأرض بأن هؤلاء سيهزمون، وسوف يقطع وقت حسن نصر الله باللطم في مجالس العزاء. مجالس العزاء تنتشر في كل مكان، هو يحاول تهوين الأمر، يقول لهم أنتم تقاتلون دفاعا عن الحسين، عن ست زينب، يرفعون شعارات طائفية. ولكن شعبنا سينهي كل هذه المسألة، ولا ننتظر لا أوروبا ولا أمريكا. ولكن أقول للأخوة العرب، نحن ندافع في القصير وفي سوريا عن الأرض العربية، عن كل الأرض العربية من المغرب إلى جدة. لا أستطيع أن أنهي هذا الحوار معك يا سيدي دون أن أحدثك عن أحدث تصريح نقلته وكالة رويترز عن السيد معاذ الخطيب. قال إنه قيل إنه السيد معاذ الخطيب دعا الإدارة السورية إلى تعيين رئيس غير بشار. في هذه الحالة يمكن أن نفكر في التفاوض. أنا لا أعرف ما إذا كان ذلك على هوى من يبذلون دماءهم رخيصة في القصير يا سيدي. اسمح لي لك بكل وضوح، المعركة ستحسم ليس فقط في القصير بل في كل مكان على الأرض السورية. هناك معارك تدور الآن من درعا إلى دير الزور، مرورا بقية المدن والبلدات والقرى. هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال الركون إلى أي حل سياسي. بشار وجماعته حتى لو نحي بشار الأسد وراح قاعد كده في يلطا ولا في ضاحية من ضواحي موسكو، حتى موسكو لن تستضيف بشار. قالها الروس صراحة، هم يعرفون تماما أن الشعب السوري سيحاكمه كمجرم حرب. هذا الرجل قتل أكثر من 200,000 سوري، هناك عشرات آلاف المعتقلين، دمر 1,400,000 بيت. هل سنتركه يخرج؟ أولا دعني أقول بكل وضوح، الشبيحة لن يدعوه يخرج. كنا نقول دائما بأن الطائرة لن تتسع للجميع، وحتى إذا حاول فإن الشعب السوري لن يتركه. هذا الرجل وكل عصابته سوف يحاكمون بتهمة ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري. يا أستاذ بسام أنا شاكر جدا لتشريفك لنا. سعادة بسام جعارة الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في أوروبا الذي شرفنا مباشرة من لندن. مباشرة من لندن إلى بيروت، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الجراح، عضو كتلة تيار المستقبل اللبناني. أستاذ جمال أسعدت مساء، ما هو تقييمك يا سيدي للتغير في المشهد السياسي اللبناني إذا ما أدرج حزب الله، ويقال إن حزب الله بالفعل على وشك أن يدرج جناحه العسكري ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأوروبية، يتغير شيء؟ وإذا ما كان ذلك كذلك ما هو هذا الشيء؟ بالتأكيد ممارسات حزب الله في لبنان وفي سوريا وتحديدا في القصير ومساندة النظام الإجرامي في سوريا في ارتكاب المجزر ضد الشعب السوري وضد الأطفال السوريين، إضافة للعمليات التي قام بها في بلغاريا أو في قبرص أو في عدد من أماكن خارج لبنان
وبالتأكيد انسجاما مع التعليمات والأوامر الإيرانية التي تصدر لحزب الله، وضعه في خانة المنظمات الإرهابية التي تصدر الإرهاب إلى كل دول المنطقة وتحديدا إلى سوريا، حيث ترتكب مجازر كبرى في حق الشعب السوري وفي حق الأطفال السوريين وفي حق النساء السوريين، إضافة إلى لكن أنت عارف يا أستاذ جمال أنه هؤلاء الذين يقاتلون في سوريا هم لبنانيون، يعني حزب الله مش حزب الله لكن لبنانيون. طبعا حزب الله حزب لبنان، شايف؟ لكن شايف؟ هو يعني احنا لا نستطيع ان نبرئ ذممنا هكذا ونقول ان هم حزب الله، ما هم لبنانيين عرب يعني زينا. لبنانيين عرب لا يقاتلون العرب ولا يقاتلون الشعب السوري الذي ينتفض لكرامته وحريته صحيح وإنسانيته وديمقراطيته بعد نظام استبدادي عاش لأربعين سنة قتلا وفسادا وتخريبا في سوريا. من يساند هذا النظام الذي له تاريخ طويل في الاستبداد والقمع وفي حماية العدو الإسرائيلي وجبهته في جولان هادئة على مدى 40 عاما، والزعماء الإسرائيليين يقولون عن بشار الأسد أنه رجل إسرائيل في سوريا ووالده كان كذلك وملتزمين التفاهمات مع إسرائيل على جبهة جولان، من يساند هذا النظام هو فعلا يقوم بعمل إرهابي، خاصة أنه يقوم بهذا العمل خارج الأراضي اللبنانية وشعب شقيق وضد شعب منكوب يتعرض للقتل ليلا نهارا. الشعب السوري قدم حتى الآن أكثر من 100,000 شهيد، الآن يأتي حزب الله ليساند هذا النظام في استكمال عملية القتل والقمع في سوريا. فهذه الأعمال تعتبر بنظر المجتمع الدولي وبنظر اللبنانيين هي أعمال إرهابية إجرامية يرتكبها حزب الله. طيب مرة أخرى أعيدك إلى السؤال الأول يا أستاذ جمال، يضعف هذا موقف الحزب على الساحة السياسية اللبنانية؟ بالتأكيد الموقف الذي اتخذه حزب الله في القتال في سوريا وضع لبنان كافة أمام حافة الهاوية، وبالتأكيد الشعب اللبناني والقوى السياسية اللبنانية الوطنية التي تريد الاستقرار والأمن والحفاظ على لبنان الدولة والمؤسسات وعدم إدخاله في المحاور الإقليمية، خاصة بعد أن اتخذت الحكومة قرارا بالحياد في ما يدور في المنطقة، وكان حزب الله أحد مكوناتها الأساسيين لما نسميها حكومة حزب الله. حزب الله تجاوز هذا الأمر وتجاوز الدستور وتجاوز رئيس الجمهورية وتجاوز المجلس النيابي وتجاوز كل المؤسسات والأعراف والقوانين وذهب ليقاتل في سوريا، مما وضع لبنان جميع لبنان بشعبه ومؤسساته ودولته وحكومته أمام منظلة خطيرة. صحيح، والنتائج واضحة في طرابلس يا أستاذ جمال. نعم، النتائج واضحة في طرابلس يا سيدي، لكن أنا كان سؤالي تحديدا عن موقف الحزب، يعني قوة أو ضعف موقف الحزب في المشهد السياسي اللبناني بعدما تدرجه أوروبا ضمن قوائم الإرهاب، يضعف في رأيك أم لا يتأثر؟ برأيي أن عناصر الضعف لحزب الله تأتي من مكانين في الوضع السياسي. إذا صنف على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي سيكون وضعه السياسي بوضع سيء جدا، كما أنه وضعه العسكري و انزلاقه في الرمال السورية سيضعف وضعه العسكري أيضا. أستاذ جمال أنا شاكر جدا لحضورك معنا، الأستاذ جمال الجراح عضو كتلة تيار المستقبل اللبناني.